سافا ذكروا بلي انت يا كاتب جزائري جوندور مسون شو حالك اليوم وعبنا اش بيخرط هذا السيد اسمه يقول لا تخام ولا الكلاسيك واش بيخرط اش بيخرط الكاتب ما يخرطش الكاتب يقول الصح ويكين في الزطله جو حميد يفهم من كلامك بلي انت تكتب باش تتكيف نو علاش تكتب انا كتب كل يوم انا نعيش بالكتابه الانسان نورمال عبد نورمال كي يجوع واش يدير ياكل 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 انا كلش مدام سبخي انا نكتب شعر نكتب باغ اكزومبل أنا جوعان كنسمة القردوح في ليل الزردومي المتدقدق في صحار الزعرور الكرتوني الفحشوشي إنسان باغ إكزومبل كي يمغض يمرض الإنسان واش يدير مدام اشرب الدواء اشرب الدواء أنا ما نشربش الدواء مدام نقرا لا نوتيس برك نقرا مدام باسكو يا دوا وش ما يقراش مدام هكيت كيف شويه لا باش نقولكم باش نقولكم برك بلي كاتب باغ اكزومبل انسان نورمال كيما حسن حسن نعطيكم اكزومبل انسان نورمال كيما حسن يجيوه لي غاز واش يدير يكتب اون ابني انا ما تلقاهمش تكتبهم شعر غاز جاء متسللا في قلب الليل متدهورا وليت الشباب يعود يوما يرى ما دار الكلون بيا وشو هي الكتابات اللي ألفتهم لحد الان جو حميد بسبوس شوف خويا شوقي انا ما رانيش نالف الالاف هو اللي الفني فهمتني انا الفت كتب بزاف انا استلهمت من الكاتبه العظيمه الجزائريه سميره وكتبت كتاب نعم ان رومون سميتو كيفيات وطرق تحضير القريوش ثم كتبت كتاب في علم الاجتماع لا سوسيولوجي لا سوسيولوجي ما هاتتكي نو لا سوسيولوجي سميتو المأكولات المحروقة في الفرن صح سي جو حميد جو حميد خلينا عرف لنا انت الكاتب كيفاش تعرف الكاتب انت من هو الكاتب بالنسبة لك نحبس الكاتب Comme le définit très bien l'écrivain espagnol Marcello de Meza Bedetto, il dit que le كاتب هو الزمر. الزمر هو لي بروبلام الكاتب ما يعيش الكاتب يخلي روحه ما ياكلش في الليل كيما سي مراحي ما ياكلش انا باغ اكزومبل تالمون نحب لا سوفرانس ربيت كلب باش يعضني نشرب ما الزهر نشرب القريزيل النظاف ما نشرب الشراب لأنه الشراب مضر بالصحة صح نشرب البيرات ديزوكازيون لي زاجيري ما يقراوش جو حميد يا اخي سان كونستا الجزائريين مادام ينو ليز با كوم دي لو غراند إكريفان ألجيريان ابن المقفع تاكل الدجاج تاكل الدجاج ما تقراش وتاكل الدجاج نو الشعب الجزائري علاش ما يقرا هذا التساؤل المغناطيسي انا سالت روحي مدام بسخه سالت روحي وصبت بلي الجزائريين ما يقراوش باسكو يشمو يشمو خويا شوقي كي دير رفع الشمه سا برون او موا 3 مينوت وكان اللي يفنوا في رفع تاع الشمه دايوغ في الجزائر خير في البوس كي تكون في البوس خير تخرج موس وما تخرجش كتاب سي تخي مال فيو لو ليفغ فوالا كلمه اخيره
جو حميد. انا ما حبيتش انا نهضر باسمي، حبيت نهضر باسم الكاتب القبرصي طربوقي فيليبي اللي قال لك سيباري واتا كاسا وهيتا لفو برحله كيسبيكلا فلوبس الكف، يعني باللغه الجزائريه السلام عليكم. وعليكم السلام كمال عبدال تحت تصفيقاتكم. شكرا لك كمال، يعطيك الصحه، ميرسي بوكو. سيتي لاسين دو كمال، بقاو معنا بعد قليل راح نعود.